في قريتنا جامع وله بركة للوضوء، فيبقى الماء فيها مدة 5 أشهر أو أكثر، ويتغير لونه وطعمه، وما يزال هنا يتوضؤون منه كل الأوقات. أفيدونا بارك الله فيكم عن صحتها، جزاكم الله خير الجزاء. لا بأس بذلك، ما دام أن وضوءهم خارج الحوض خارج البركة، أنهم يتوضؤون خارج البركة ولا يتوضؤون فيها ولا يغتسلون في داخلها، إنه لا بأس أن يستمروا على الوضوء منها ما بقي فيها الماء ولو طال عهده ولو تغير بمكثه، فإن تغيره بمكثه لا يضر، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة. وكذلك لو كانوا يغتسلون من الجنابة بداخله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجه فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يتوضأ منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه فإن ذلك لا يضر إن شاء الله.